الموضوع عليك تغيير الجنسية لأي جنسية أجنبية. هذه محاولة عماد بلال جول حلوة عماد الحر على عماد يقبل الفنيلة الخضراء بطريقة راقية وعقد الكوز في الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني من المباراة. كرة بيلمها عماد الحوسن على طول تقدم لدغها بحرمة العتيبي. شوف العادة ما خلاني أكمل عماد لما عدى في مكان سليم. شوف لمسة وعلى طول على يسار العتيبي في المرمى محرز أول أهداف في المباراة بطريقة راقية عن طريق الراقي وعن طريق العماني عماد الحسني. فلما عدى من وساوي طلع العتيبي وعلى طول بالرقة بالحنية بالحنان بالجمال على الطريقة العمانية عماد الحسني أول أهداف في المباراة عند الدقيقة 55 يرسم الابتسامة على الجمهور الراقي في ملعب الأمير عبد الله الفيصل. شوف الإعادة وقفلة وهفوة دفاعية وكرة طويلة أيضا اللعب من عماد لمستين واحدة مد علي بينية إلى الشلهوب في مكان سليم إلى ويلهامسون خطرة ويلهامسون الله جملة تكتيكية ولا أحلى على الأنغام الزرقاء كرة باليمين لليسار تلاعب فيها الشلهوب هندسة الشلهوب رماها الشلهوب لعبها الشلهوب بالمسطرة والقلم أبدا في مكان سليم بتقدم سليم إلى ويلهامسون من الناحية اليمنى من ملعب المباراة. تقدم في ويلهامسون برشاقة الغزال الشرد. شوف معي لمحها الشلهوب إلى ويلي موه ويلي عدى ويلي وعلى طول حطها ويلي الغزال الشارد السويدي اللي شرد بالفعل وحطها بالزاوية البعيدة لمرمى ياسر المسيليم ولم تكتمل الفرحة الأهلاوية. 4 دقائق بين هدف عماد الحسني وبين هدف السورو عليك.